بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. وني باب كيما موضوعي كساب صلاة جمعة، صلاة الجمعة هي خطبتين كذا لو هذا خطبة أحكامتي هي وحي كصار وري وحي مأمورات هي وحي نواهي وحي مباح يا وحي مكروه وحي واجب يا وحي سنة. يعني راح دوقة شري ما أنتوا حانوا أنت أنك شيء لنا أنك أخرني لنا أنك إفتي من لنا أنك توضيح لنا أنك بيامين لنا آداب واجب كقوة إنه كسي فوق آداب واجب كقوة إنه كسي فوق أفكر نجيسنا هي خطبة الجمعة صح حاضر ee laga helay shuruud iyo arkaantii ee wixii laga helay wuxuu ku sifoobi lahaa ku tilmaamnaa lahaa adaabtii akhlaaqda looga baahan yahay in laga helo uu ku sifoobo ku tilmaamnaado ayaanu meeshka cadeynaynaa ka sheegaynaa ilaa 12 qodob weeyaan adaabta ayada ay ka kooban tahay. Kow, idaa qadima markuu soo galo almusalli qofka musalliga ilaa almasjid masaajidka markuu soo galo soo diyaari u soo xaadira masaajid laa yabaqi uma qalamto uma cuntamto owna umaa munaasabu maaha lahu qofkaasiga sharaftiisa ma ayuu fariqa inuu kala geeya bayn itnayn laba qof oo kasoo horeyso masaajidka ugu yimid oo isgara fadhiday inuu dhexdooda galo dhexdooda u fariisto ama dhexdooda yiraa waan ku sunaysanaya inay ayagu soo dhoweeyaan kala sikadaan oo meesha caruusee yiraahdaan mooyaane xaq uma laha owna umaa. ولما كي أن أرنت أنا وعد ذينا هي إن تسهي وأن أدني شرينا رويا لوري عن سلمان الفارس. قال سلمان وحيث أصحابك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل قفكي قبيسته ميلده يوم الجمعة دمان الجمعة وتطهر الطهارة قال بما استطاع وحو أوده أويس وكو طهارة قال لما قبيس كام ومن طور الطهارة قال شو اسنذي في ثم انتهى الصلاة الصبح كانوا مركع كبعد الطهارة قال إن عمل سوى سليد يستمي يجف كيسية سليد يا كريم يوحو هنا يا صوى مرسل صوى راشا صوى براشا ثم مص استعماله وطابته من طيب وحو دقون وحعرف هاي عطر هاي برافون هاي سصوى بحور هاي سصوى مريو سصوى ودقيو ثم الراحة لقاجيو وآله مساعد في حقي سقبته وآله مبح فلم يفرق صورك لجين إن مساعد مركو مع بين اثنين لو وقف وسقرب فالإذي أما صاحب أما شيك كالحيس وفصل تكذا تحية مسك لما كتب الله وحي الله قدر والله أمري ولقد دول هي تكذا ليمان. ثم إذا خرج مركو بعد مركو صبح الإمام إمام أن صدت لك على عيون لكي سقط بنا ووحك لعن كباش علي كم مشغولي حمله سيا قلبه سيا درين كي سوء دقران مال كان عفوشك إيا نيد إيا وحيا على السال وفر إنتا حدي أسمي وأدابت اللغة باهي هي وفر الله وحالك ترتره يا الله قد عدن هي ما بينه وبين جمعة الأخرى ما أنت أتوب أتاقي هي وأرمها أسمي أولي من إيا جمعة صوصة لما جمعة لصور نافي يا لو دم النافية إلا رواية لو واحد نسى تحبري أو كذول إيري أو لو قد لها إلا طبعا تحبري أيا لو دم النافية محي ذنب يولي ماني أو سقائر محي ذا كوائر تتوبكين أما عفو إلا ولا صالو النافية أما عفو إلهي أما توبكين يا لو النافية وحال لو النافية هي الرمحن وذروب تيالي السقائر تهوية سيدة إستمارتين في رادي وحا لغو تلقلين يا أتفيرس أو في رادي يا حاران تهي وحا لغو تلقلين يا عرف ستين يا وحيالها سأشينا ويا ذروب تسقى إرتليرا
كلمة حديث كان صيغة وحصوص على الإمام البخاري صحيح وين قال كل ما له آلاف تخذ بدأ إيه لا كمينة لا قفك صباح عادر اللي هو رب هي اللي هو رب إيه إنه لي معنوع السماية وقلته وينبغي وحاقه لا مناسب وحبون استاهل كيس الله وقفك صباح عادر أيا ست إله إدرار إيه وينتمي إله برارك سنانو أو فوز كيس قلب كيس ينيت لسدرين كيس كحسنانو أو أمارتين قف محسن أما إسكبه هردو أو هردو جيد هيا أما واحد يعني إيه جر كيس إيه حملي كيس إيه در كيس إيه أنا مشغول كهان أما تاكسي إيه تليفون يا تاكسي مسي وحي على كان وإن هنا مشغول أما قلبي يسمى ملك الجسم حاضر والقلب غائب وإن إيه وينتبه برامج سنة وهيئة الديار ويتهيأ الديار قروما لسماع الخطبة خطبة لقي السجينة إنه الديار قروما وأرماء السجينة أي الله غفر يا الله غفر حياتي تاس وي ادابت لو غباي اي ان كو سي فوبو كو قرو سلا كل بس لا لو غباي لحديث صاحب قال ده لو وضع في صد حال وادابت كمل لو غباي فاذا هم مركو الضار بالجلوس انه فلس وقصد امسكت صد يعني لا ينبغي وما قلمت وما حبون لا اصلا اي يقيم انه كك احسن كي استاجي الجالس قفرتي فانه الى يهرك انا ماشي باريس انا كك عمل اما المير ما بتاي جدال قد ماي صح ما هو يعقد اوفري لا يا شيخ احد ولا يا احد انه قفل سوى كون قرط ماشي او كاكا لا يعني لا لا كاكا ماي اما لا قفل وكا ماي ويعقد اوفريست في مكان ماشي وقفك كسور وكك يعني كاستادي واسوي الدوام مره فريست ماي هذا نكمل وقلم تمام أفكر مؤمن أعمى مسلم ولما كبار الدليل أروي لو ولي علي بن عمر رضي الله عنهما يقول وحد عبد الله بن عمر نحن النبي نبي حالا في مي أو رمي أو ممنوع أي يقيم إلو استاجي الرجل لكو أخا ولالك إلو كحسنو كاستاجي من مقعده ماشي وسيفتني وغيمت سوفتني وغيمت ووفتني ولالك ومصر إلو ككعية ويجلس فيه غدة ومرأة فريسته ما الله أقول نبي أو رمي نهي نوحو فائدين يا تحريم حديث ثلاثة أبو خالد مع صوت سالم قضف كأفراد وآلاف تكملة ويكره لغد دون يقف كمس ماشي صوح حاضر خد بالك جمعة ويكره وحا كراهية لديني لحريبي لعاي لعيبي وشرف حماء أفوال حماء ذل آية الخطاء سمعة الدراء إن وكتت الله بصدر الرقابة قورة في المسجد كتع بسال كفتني إنه كتت الله بصلاة قربا ولا قرط لما أقول كراهة شديدة كراهة أو حن أي على الدين والله يسهر جسد ما الله أقول ولما كي ما نعرف دليل لو الدليل شروي الله ولي عن عبد الله بن البصر قال وحن كنت وحالها جالسا إلى كنت وحالها جالسا كيف إلى جنبه إلى عيسى فتني يعني هو عبد الله بن البصر يعني إلى عيسى فقية يوم الجمعة لما عن الجمعة يعني إلى عيسى فقية فقال وحول المرء جاء رجل لما يمن يتخطى كتت الله بسنة الرقاوة ناس دات كطور هذا لقمة هذا قارت هذا قرب هذا كتت الله بسنة ما يمن مسألة كصور قال لما عن الجمعة فقال له رسول كبير صلى الله عليه وسلم اجلس اي ورهوي اجلس فريسو فقال اهديت الناس dadka waa dhibaataystay dhibbaad u geysa waa dhibtay dadka ka fariiso fariiso intuu khudbadii istaajiyo uu wada ayuu ninkii la hadlo yiri fariiso uu canaanta u yiri dadka ka fariiso meel fariiso xadiidkana waxaa soo saaray imaam nisaai waa soo saaray rawaahu nisaai yaa soo saaray waana xadiid albani uu saxiix yahay fi saxiix sunan nisaai wuu ku saxiix yahay marka lama ogolo inaad maalatay ذات كاتب الله عز وجل جميس وأدو حيس حلا يخلونا نود يشري حديث كل قطعة لا قف إذا سنية وينوع عدنا يا نود اللي يشري لنا خائف إنه ذات كان لها اللي كره معروف نفاري كره منكر وكره بني أصعته وقد بني وحقه بين هذا الكلام سوى لحق لي وما رتب وقد بني الله خلينا هي إياه كمل معروف ذات كإنا أتفرتي حمانة أتكرمتي أما شخص نما أما سيقار حالي أما سيقول نما
أيام لدن الشرعية ونفق الشرع وأداب تقود بضخم وينبغي وحاء أولى أن يدلو وأحبون أولى أحسن ومن أسوى من الإمام إمام كنون يدلو أي يغرب ويتوجه إلى أجيس إليه حق إمام كنون أجيس ملك الأجيس ويحرس إلى كد ذلك يا كهبون على صف الأول صف كوبا سوء فريس الله فالأول صف صف كوري سوء فريس الله وكوهل الله تعالى وكوهل الله قدالك إيمان ما إنه هريك إيمان أو صاء بكورة أو صاك جرمان صاك الله ولما كيما لدينا روية لولي في ذلك ومن الفضل فضل الخسارة ولد الخسارة في ذلك ومن الفضل فضل الله إلى الله دلالك يحق لماذا علينا ما مكان لا لا صهر مر صح وار نفسه قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس لأحد أحد مهر أي فرش إلو وفراش شيء الشيء عمامة إيا قوية إلو مال إكتقو بالله يقتص بي أسنى ونسكو قاسية لهي مع قيمة نسوه ماشي كما إنتو مرهنا إمامة رحلة إيا كتاب أساري إيا عمامة إيا تصبح إيا كوفيات إيا قائية وحقوم ماشي إلو إكتا علامات وبس قبس أوكت إكتا مناسب معها أسنين ماشي أوكما قيهي يعني يالا غافر إيسان هذا نتبدا ويسمين جرين والا سمي مساجد أما كرسي ما مالك إغان أيا وحنا سنرسي سعارا أيا لما أقول تعيدا لما أقول وما يمنع به غير وغير كيس وغير هذا قسم لتلك البقعة تاسوا بين القائية باب يرنعوي غابت أسوي وقفك وبوب هيو نعي يو مدع للمسلمين المسلمين وكرهي بعي بما أمر الله إلهي وحيوب بني وأمر تعالى قريبي أو من الصلاة صلاة لمش كنت كنا والسنة تسيدها سنة لإيه ونعيس أن يتقدم وعلي أرجل بالنفسي نفسي سواء إلو الله صحر مرة وذا تجلس ماشي وكينا موي على أبمان تغنية وبسعيد سالك تغنية ممنوع وإلا ما أقول الطاعية لا والدين وأما من يتقدم قفلي صهر مرة بسجايتي صلي يا واحد نكتب يا وحي إلى من فهو ظالم وكاوى ظالم خائم ويا ما الله من والي قد تمرعي ينهى عنه والي قد ريبعي ويجب حواجبه رفع تلك السجاجي صلي يا لك أستغي يا إمام ده يا ألابت أو ماشي إلا ماشي لغا طورة ولا قال سيدتكم ماشي أمك الصلاة مرك الله ما أقوله إلا غوان توبة وي ألاب ما ماشي دبوس بازيل غير لما أقوله ولا يجوز مطمئن نار ميلة إبساني سماها وعرفوا أسيري ولا يجوز مبنى على الكلام هذا المبنى هو لما والإمام يخطب إمام يأخذ بأحره إلا حلّه للشيخ أما تلفون خوانا أما تد عادي لحنا ما الله أقول أما نفتاد وإسلحنا خطبني أصعد ولما كما دلوا أرهنا إلى بنا عليه ثبت ثونان في صحيح البخاري فصونان فصو أروري من حديث أبي هريرة حاله كمدية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي هريرة إذا قلت مرق هذا كنت راهي لصاحبك أفضل عالي حالي ارتعرف إيه أما كل نوع صاحبك هذا أما ماشي وأدخل كلامتين يوم الجمعة لما عاد الجمعة أدخل تراهي أنسي آمس أفكار هل بعد يا سعد من مرة أمو قرفاني وقير بيدي فلم يستفهم من لساني وحد آمس بعد قلت ما سعد آمس تجيسو هذا معروف بعد فريس إلا معروف فريس يا فلان لا إذن دمي والتي وهل أمر معروف وذنب لا يقول هي خير يا ما معروف يا هناك رسالة هذا ذنب ما ماشي كان الزيادة والإمام إمام كنا يخطب وخطب أخرين هي فقلق وثواه ذنبابي ذنب ما ذلك الشيء ذنب ويتا أيضا ما أقول له حديث كان البخاري صلى الله عليه وسلم علي أي جمعة أنسي إيه أمر في المعروف أمره ولكن في هذا المقام مقام لقوة وإثم ويان وغير ذلك من الكلام أفلقه في الإثم هذه معروف في أتفريس وذنب النقط حنا الكيكة يا شيخ هذه كان كور وكحل لين وكسي ذنب بني ويا إلا الصلاة على النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم ما لأقول أفن سن الله ذلك إذا سمعها ولا من الخطيب خطيب نبي ما يحس سوى قال هذا المقشي أثناء الخرى أقاد فاصوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والغو أقول بحيث الله يرفع بها صوت وصوت في سعود في سعود كل أقاد يعني والغو أقول قد مدي أصعد النبي هذه ملع إنسان الصوت قال وكان النبي يقول من ذكر البقية من ذكر عنده ولم يصلي عليه بقية وحالينا بقية كحقيقة شحيح
وافكين في اكل يسلي يقول حسين ما لا عاقل يقع على مسؤول يقول سلني بخيلك حقيقة واك يا سمير ما لا مشكلة ما ينال خسر اما سلام كنت اما بنان كنت اما قد مجو لكن وين انا افتح الله حتى لا يشعر غيره صلي على سيدنا وين غير كيس يكون مشغول وكذا يسلم حال يسلم لسامع خطبة في خطبة الانسان أي يؤمن على دعاء الخطيب وحكى له لغو أغنية خطيب قد يدعينا يحوص إلى الآمين كثيرا أديك سامعها ويقول بنات من غير رفع صوت أدونا أتكى يكون قادين فإن قلامه العقل أصح حمد الله سرا من وبين نفسه لا تسمع مقاش إليه عطيس ما تكون مقال هيا مارتين عدي أهل نصودا الحمد لله يحوص كليا سوى نفتي سمقاش إليه كون أمقاش لو مجدين مانين أفكار مانين إن واحد موقف الإنسان إن أدود عزا يرحمك الله يعدنا ما ي آه وحواجب هو إنسان ما واجب هو سعيد وياه وأنا بكسيدين تضمع وأدام تقود بنا كم منه ويمكن هو حال الدين الله عاي ولا فوقي أن الصوت نوينين إذا جلس مركو فارست نك سامع والإمام يخطب إمام أنا أخطب آخرين هي أن يضيق على من قاربه إنه لا عريرين عيال يا الكراهي سوى الدين ذلك إن عيال كفر يا أما حريها كفر يا أما قلال أما إلى عاية مثل إذا بدأ حلو نورا كفر إيه إلى نقطة كفر لما قام العريري أدقلس ما الله أقول العريري سي سيكون عليه بأي تكي وإنه دنجيك صلاة أو يمد رجليه أما لوه صوايفه في الصلاة أو يلقى يديه وليه خلفه أما قامه يسيبه قلال لما يقع مديه مريه لما أقوله وفي يأخذ وقال لي أكثر مما يأخذ الجالس قلت لك أنا وحي قال لي يا أوي ماشي هيك قال لي أو باص إن كبر اسكوب الله عليه يا اسكوب الله رزق لما أقول ما نقول بدل وقتك عريري أتقدرين ست إلى علة وحي إيجر تمويان أما عم حنون وحي أما أسوء أمات وين بنيهم وين كيس أي وحي كيس حوغا ماشي عريق قلت له حوغا سكتر حوغا اسم الله عليه ودون موي قدم كسيدين وأنا بنقد ملك من أين؟ إن غني بعد الله ولا يجوز مطمئن إلقاء السلام سلام إن وصاك كما أصاتور أنا بنقد ملك من ما لمن دخل قفك مسألة صار إنه السلام عليك ما يضاق قد ملك سعته والسلام للسوبون حتى عين أنا قد مسعون جمعة إيهان مركو صار قال إنه السلام للسوبون وما ولو جهبوا وإنه تحية المسجد مركو ورتو كذا حق الله ما وين أنت ردتك السلام من قهر لمن دخل قف كن سوقا وإن السلام للسوق بودي والإمام يخطب هو إمام أنا قد مني أكون قد جرى بل إن ينتهي وحوسو قال هي إلى صف صف بسكينة سيؤد دقل وقال الميزان يا حبس الصعود صعود يا عناز يا دقل عشان إيه كنت ماشي إيمانيا ويسلي أوتكنيا فعل كوار يا وسمانيا راعتين إلى مرحك على خفيفتين أو فضلين يسوق قابلين قراءات كون أيوة تكنا يا واتحية المسجد ثم مركب وقد بدأ لما نرحك عدود وتكنا تحية المسجد يجلس فريسنا متسليما منصفا السؤال نكرا على إن أيوة آمس إلى القطبة قطبة إيها أرالا إن أيوة أفر قلبك إيا مسكح إيا إيه ولا يجوز الله أمبنا على مصافحة من بجواري ذاتك الدرس كالأرض إن أيها كفر لي إنه قعن قريو شاكريا ومصافحي قعن قادر مبنا على فإن سلم بقوله أفكي ستنكو سلام السلام عليكم وإلا فإن سلم هتنكو سلام بقوله أفكو سلام السلام عليكم وإلا فقال لقد جمعة سوا ككع ويهباء منثورا ويؤود دنبابي ويبربرتي ويقوبتي أحجروا كيدي من وحرم أجرها أجر كيدي والا قد هي وبلا أجر صور ما شفت يوم أسكتها أجر كي والا هو جنيه ولا يجوز مطمئنان رد السلام علي تدفئ سلامين إلى سلام أكقانا ومطمئنان وعليكم السلام إلى فإن صافحت قعدت قنية أو مصافح من غير كلام حد الله أن كرهها والد وعلى كراهية معي خشوعي يوحي تشنك يوحي ممارك نجيدي مع الرماء إلى محق ولا خطيب كلا نجيس لقوي ذنبي ما لا يعني أف فعل ولا وي لا أعرف ولا لا لا يقابصر تاسا لو باهي كاسا يعني
وأهدافك منه. ولا يجوز مطمئنا لمن يسمع خطبة قفك خطبة مقلعي أي مصر إنه تاتا الحساد درنت إيه كاربت إيه روكي إيه قديفتني إيه تصبح وحيه إنه قديوت الطابق لما أقوله حتى الخطبة قد مقلعي سي وليس ونحو يوحي لمن درنت أي يوحي لمن من البعث عيار إيه فرع عيار إيه وحي إنه لي ما دمي باللحية في كركيسي أوصال وجي جيدة كركيسي أو ثوب مرادس أو غير ذلك أوحي لم تصبح لثلاثي ما مع الخشوع خشوعي أوحي ما كأن فو بحي أو مشك بحي ولما في ما دليل روي الله ولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد ومن مس الحسا قمش إيا قرورة يوحي على قفكي ثلاثات فقال لقاؤه ذنبابي لقوا إيا ما لا يعني إيا عن تربخش أي الليم من حسن الإسلام ما تركوا ما لا يعني ما لا يعني إنه كالثقوين ما لا يعني الليم كان ثمنا وأذابتك من حديث كان وحوى إمام مسلم ما سوسر ولا ينبغي أولما لمستمع القدمة قفك القدمة لجيسان ومقلعي أن يلتفت يمينا وشمالا بدح يمدك إلو فرفيريا ما لمدوا لي أوجد جيستو أتمنى أوجيستو أو يشتغل على أوسكو شغلي أوسكو مشغولي بالنظر في رأ إلى ما حوله وحريره أحسن سؤالي تذكر نوتر أما وحواردين سكور العمل من عين سنو فرفيري مايا فقد كانت الصحابة حي هاي رضوان الله عليهم يتوجهون إلى النبي نبي حق يسأجه سنجري قلبا ونية وذاتا انت نية دودة يجر كودة يتشن كودة فويس كودة حق آدين جري حال الخطبة خطبة مركية سعودة ولما كيما ندري وروي على ولي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر منبر كمركو سدلتاي استقبله أصحاب وأصحاب إنس بوجوههم أصحاب إنس وحي آدين جرين وجيال كود يا رسول حق سو جيدين جرين حديث كان ابن ماجه ما صلى الله عليه وسلم البان أو صحيح يعني في صحيح السنن ابن ماجه أو صحيح يعني مالك الأمي إيه جيسن جرسال سال نور باهية دريقة إلا من أدابت إلا الإيمان علم قوية ولا بأس بعصمة بالكلام حضر قبل الخطبة الخطبة إذا لم بالله وهل هل لك أو إمام كان يسوي وبعد الخطبة ما يعني ما أنا وهل هل لك وبين الخطبتين لما الخطبة أنت قلت حي سنة وهل هل لك لمصلحة حد مصلحة إيه جبته وذنب وكاسو قال وح مصلحة وهل هل لك صلحة ناجرة قبل الخطبة بعد الخطبة بين الخطبتين أنت إمام كوفا إيه والله ولا خطبة حي سنة فإذا كان الكلام هذا المدنية في حق من يستمع الخطبة هذا كان يكسر في الذات أو خطبة مقلحي خطبة الجمعة لقي سنة يستمع لقي سنة خطبة الجمعة لقو وذنب وين خطبة أو سعود هذا كان مصلحة بها عليها دوك الصبح وإثم وين ولقو وذنب وين فهو جائز هذا كان أبو بناية في حق القطيب قطيب أهل كراه معروف لو امر او فرين كرا منكر او ريب كرا قف قال عليه سؤال ويدين كرا خد بدي انتو استاجي انتو كسو ديغو انو حتى ما عرفناي او انتو مساد كسو ولي اما او قف اتاجا وانتو خد بدي جوجيه ماشي في صور نقاجيه انو ان نكون الله من كرا وقد ذكر ابن القيم وحوش ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان وحا يعلم اصحاب اصحاب نسو برجر في خطبة سوى خطبة كوكو دجرة قواعد الإسلام إسلام أساس كيسية تيرركيس أيو برجرة يو شرعي شرعيالك شرعيال إسلام شرعيالك سوى برجرة ويأمرهم أوفرجرة معروف كوفرجرة أصحاب وينهام أوكرهي بجرة وحمان ومنكرا إذا عرض الله علينا أمر أو نهي وح معروف حدي وارك وإذا تكون باهين إلا فرن لو غفا إيدي وغفا إيدي جرة انتو قد بني جوجي اما وح ممكن هذو ارك انتو قد بني جوجي حمان تاكر ريب جري كما امر الداخل انك سو امر سو قال مساج سو او امر وهو النبي ويقدم وخطب اخر اي يصلي ركعتين انك ما سو قال وسكفريس اسو تحيه المسجد كن انتو قد بني استاجي النبي ايمين ورهبل ما تكث وما كعو تكون معروف مفرافير وروي وعلي وما مر قد بني وحي وح مؤمن ميس عندنا سؤال وهذا ويدين قلنا كان سامع إمام كوح قطنيف كقطبة الجيدين سؤال ويدين كرا وحو أتوسين كرا وحو كريبي كرا معروف أوفري كرا حطني وما يساس وحو شيء ما أما ساعة يدعو فثبت ما أما ساعة كجوج
ساس ما اما ماشي سؤال شاك ور ور ايه كرتا لكن اذا تسامعين نحن نوضع الله اقول اني وضح الله اما معروف اسفران اما ممكن اسكر يا نحن دون لما اقول ولما كما دلو روي الله وري عن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل ما سوق يوم الجمعه ما الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبه اخرين فقال النبي حكينا نلت اصليت اسوكم الخاتم فرسين نفسي سنو سكم الخاتم ورمتك قال النبي محمد لا اصحابي قال النبي محمد فصل ران حد قم فصل ران حد استاء والله ما ركعت تكون على ما ركعت عدو تحيث بس الله يا رب انا تكون حديث كان البخاري مع صوص على صحيح وي. والنهي المتخطي كثر الله بسيء كريم اذا قام الناس عن ذلك ارنا الغنى يو امره امر الاسلام بالجلوس رفان يسوى امر يتكلم كثر الله بسيء لما كما تدور روي الاولي عن عبد الله بن البصري قال وحين كنت جالسا مثل ايانها الى جانبه لنعيس يوم الجمعة لما الجمعة فقال وحين جاء رجل لما يتخطى طلاب سنية رقاب الناس نفق قوره وذكت طلاب سنية مساج كالصوت فقال رسول وحين صلى الله عليه وسلم وسوى جيدي له ننكا وشيك اي ورياه اجلس فريسا فقد آذيت ذاتك وات لما تنسى لما تكون يسائي كفريسا ذاتك فريسا كويل ها فريسا حديث كاسر روح صوصان الإمام النساء يا صوصان رواه النساء إمام ولي وانا حديث أما الصحيح ويان أذان صحيح وكان وعليه يقطع كي يقول يو أهنا بخطبة وعليه للحاجة حاجة لسوق البولة لدرت أوجد أي أقول جري تعرض وعليه أصابة محد أو سؤال سؤال وعليه ومن أحد أحد حق أجي من سؤال أغتب درت من أصحاب 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 إسوان وفيجيب وأجاوب جري ثم يعود إلى خطبته يعود أولا مجري إلى خطبته وخطبته وفيتم وتابعين جري وكان وحا ربما لان ينزل إلى سودك عن منبر منبر كإنه كسودك للحاجة دان إيا حاجة إيا وحا أوفر يدران إلى ذرك وكسودك بعكة خطبته وأولا أمان ثم يعود أولا مجري وفيتم وتابعين جري كما نزل والد سوء سوتي كسير لم يدل لأخذ حسن وحسين حسن يا حسين إنه قال رضي الله عنهم ذرات وأسوتي فأخذهما الله ودودي وأسلقا هذا المرء قال ثم رقى بهما ولقر حسن يا حسين رسول أن منبر منبر فأتم خطبة وخطبة سوتابي لي وكان وحوها يدعو رجل في خطبة وخطبة تعال يدعو كي ويروها رسول صلى الله عليه وسلم الرجل في خطبة أسوء خطبة تعال يا فلان همنا وكان اجلس فريسة يا فلان سل يا فلان افعل كذا وكذا يجري مركب ويبرنان لا قف خطني فانهم معروف نفر منكر وكريم اسئله حوالي سؤالي كرا وحنا ناخذ بني وحكم جبل ملك موضوع الالاف مع الجمعه ده قف ايمان هي لو غبا هي هي انت ثاني يعني او غد بني انت ثاني لو غد انت هاي وحي وافقنا او سنسحن وشينا وإلهي ما نواسف الجن تزويان وإلهي نوافجي وحي أنذر مرة وما عن خلالين إلهي ما دمنا فيها مغفرة ويدي سنينا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.